السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو حلقه جديده عن محاكي المزرعه، اللعبه اللي جدا انا بعشقها صراحه وانا فخور جدا اني العب هاي اللعبه. اليوم الفيديو الماضي اللي عملناه كان وقت جبنا باجر كبير كتير وحطينا لكم طبعا ملفاته بصندوق بملف الاكسل، والله فضينا مسافه كتير منيحه له. وفضينا بالارض وعبينا مي وفضينا، طبعا اتوقع صار الارض بدها مي فخلينا نعبي مي وناخذها نفضيها كمان ونشيك. طبعا هون اتوقع هي كمان لازم تكون عبيت، لاني انا تركت بتعبي ورحت نمت. تمام عبيت هون مي، بدها مي. والله المشكلة مو مبين علي، يعني في تقريبا راح الليل كله شي 23,000. لقيت 23,000، انا فضيت ليلتين مي وكان فيها 23,000، يعني 60 شي 80,000 راح بالليل. طيب حلو، شو قد راح عندي من التراب؟ التراب ما راح 50,000. اوه معناته عندنا استهلاك كتير كبير للرمل للمي. طيب هلا اتوقع اليوم، اتوقع انه اليوم لازم يكون طلع المحصول عندي، توقعوا ذلك. انا اشوف دون كرافت، لا بلش يجهز، لسه ما استوى، لونه اخضر لساته. طيب فاذا خلينا نروح نعبي مي لانه استهلاك المي وجدناه اكثر، ونروح نفضي هي نبيعها هني، مو نبيعها نفضيها هنيك. بس خلينا نعبي اول شيء هي على التعباي. خلاص روح عبي، ما بده اساسا. طبعا هون احنا عنا طلع المستخلصات المعدن، طبعا هلا بدنا نروح نفضيهم حتى نرد نعيد تكرارهم. تمام يا رب، بس والله الفيديو الماضي ابديت انه انا محترف بالقياده صح؟ طبعا طبعا. وات ايش فيهم؟ هاي مشتغلة يا معلم. طبعا احنا معنا تايلينج اللي هو يتفضى هون مفروض، يعني ما فضيت لانه كتير اوفر يعني حاطينها الجماعة. ما صاري فضيت على ظهره مباشر، يعني محطوطة كتير اوفر، يعني اجباري بهي الطريقة ترفع التريلا ما تزبط. هو لو انه التفريغ كمان مثل التعبية تترك السيارة والله كان شيء خرافي معلم. طب خلينا ننزل نشوف ايش هذا، شغال ما اشتغل، ليه كبل لي برا؟ بده ووتر وبده ديزل، حلو، معناته لازم نجيب له ووتر وديزل. هاي الووتر جاهزة. طب هلا بنروح نرجع هي ونجيب سيارة الووتر، وبعد ما نعبي ووتر ونروح نجيب ديزل. عم نعبي لها ديزل هي، يا الله والله ديزل مصيبة يا معلم. تعرف شغلة؟ المرض يدخل في وجهه، شو بيقدر يدخل؟ والله فيها 139,000، يعني طلع فيها 4-5 تريلات على المرتاح. والله لسه فيها هي تقريبا شي 96,000. بقدر اشوف والله لسه فيها منيحة يا الله. طيب روح لي على سيارة المي. يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم، وين نفضي معلم المي؟ المي وين بتتفضى؟ لازم المي تتفضى هون على اليمين. يب هون على اليمين، بس لازم نكتر معلم. هلا بدنا نعبي لها مازوت، منين نجيب مازوت؟ والله مصيبة المازوت يا معلم.
حبيت مي خلاص بس هيك بس 15000 مي اي والله 15000 و5000 مظبوط منيح ما نعبي اكثر منيح قدتني المصيبه يلا ما تعبها يلا نروح نفضيها بنكملها ونفضيها هنيك وبعدين نروح نعبي مظبوط والله انا اشوف يا لو كم مره صار قلت لكم بهذا الفيديو والله انا اشوف يا والله انا اشوف يا لان قسما بالله العظيم يعني قياده احترافيه ايش قد هون في معنى معلم هون صار في معنى شي 200 ولا 100 هي لا 138000 ما بكمل على 200000 يلا عادي معلم نترك الشغل لبعدين بنكمله هون هو لو بيصير ينتج اسرع والله نصير نقص ذهب ربنا يا خدي على المازوت بنروح بنعبي مازوت بنروح بنعبي مازوت ماز مازوت غاز ماز مازوت منين نجيب مازوت عجب فيهم فيها فيها مازوت عجبي تعطيني مازوت مو تعطيني مازوت عجب مالين ما في رو معلم رو دورنا على شي كازي وين في كازي 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 والله شكله لعبه كلها ما فيها كازي عقولنا كازي اه شكله ما في كازي معلم على القطار ظبط يا معلم ما زمر الحديث نبي مظبوط بايدنا يا معلم ما زبط هذا الحكي كله وين بدنا نعبي مازوت بدنا مازوت بدنا مازوت دورنا بكل القطارات ما لقينا مازوت طيب تعال ننزل من هون ونشوف منين الله يسر علينا ندبر مازوت والله مشكلة هيك يا معلم طول بالك بلكي نلاقي انا مركب مود قجب انه في اكتر ركب مازوت عجب وكان في بزمانه واحد بس شايلينه نعم شايله يا ريتي تاركه يا والله يا ريتي تاركه طيب نروح ندور على مازوت نمر على الكازيات وبندور على مازوت شوفوا في هاي كازي ستيشن اذا ضلينا نساوي بنصل عندها ما يب اذا ضلينا نساوي بنصل عندها غالي نطلع خص عشان ما نضيع شو معلم عندك مازوت عندك مازوت ما تعبي من الطرمبتين اي اول طرمبة بلشت تعبي اه ما اتصل على الاثنين والله انا اشوف يرلو نرجع لك فيما بعد معلم في عنا 96000 يعني فيها كم حمل؟ حمل ونص عجبك بيقبل ينزل عم يفللت طيب تعال نعبي السيارة ونكملها مشان نفضي المخزن شوي ونترك الباقي بقلب السيارة مع انه صار اوفر كتير اقول لك ما رح بيتركها وين في معمل كمان يستخدم التايلينج تايلينج عنده بده تايلينج
لا لا هذا لا هذا لا هذا لا عموني بي معك يا معلم. اليوم غلط يطلع غلط شوي. انت لا ما حدا بياخذ خلاص بطل حدا ياخذ. هو 166,000 مي هون في تقريبا نقص 1000 مو 1000 ولا انا شايف 100,000 تقريبا ولا 10,000 شو قد نقص هيك؟ 10,000 10,000 صح 10,000 شقد هيضل فيها؟ يمكن هيضل فيها شي 22,000 لسه فيها 40,000 بنشوفك بعدين معلم بعناته بعناته. نروح على المازوت. هلا اكيد تعبت مازوت. هيوصل 5,000 طبعا هو قبل ما يوصل 5,000 بشوي اوقفه. اوه 399 عالديزم. من هون طلعنا في طريق؟ لا ما في طريق، نطلع من على اليمين. يا رب. طبعا هذا اسفلت قريبا بنصير بنسفل بنظبط بتصير اللعبة شي تمام ذهب. بس خلونا هلا نروح نتكل على الله ونشتغل ونعبي ونحول البحصي. ليش اكثر اللي عم تلحصوا عم بتحيصوا؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.